متابعينا في المملكة العربية السعودية، أسعد الله أوقاتكم بكل الخير، وإليكم الآن النشرة الجوية. اليوم الاثنين سادت معظم مناطق المملكة حالة من عدم الاستقرار الجوي، هطلت على إثر زخات رعدية من الأمطار كانت غزيرة في بعض الأحيان. نستعرض الآن درجات الحرارة المتوقعة بإذن الله في فترة الإفطار. العاصمة الرياض 25 مع احتمال زخات رعدية من المطر، ونسبة الرطوبة 28% وسرعة الرياح 4 كيلومتر في الساعة. نستعرض الآن درجات الحرارة المتوقعة بإذن الله في باقي مناطق المملكة، ابتداء شمالا وسكاكا نهارا متسجن بين 30 و 19، عرعر وتبوك بين 32 نهارا، ليلا بتنخفض ل 17 درجة مئوية وأجواء غائمة جزئية. ننتقل الآن إلى المناطق الغربية والمدينة المنورة بين 39 و 27 احتمالية لهطول زخات من الأمطار الرعدية، جدة بين 34 و 26، مكة المكرمة 38 و 26 ليلا، الطائف 27 نهارا 17 ليلا، وأيضا احتمالية لهطول زخات من الأمطار رعدية بإذن الله. ننتقل الآن إلى المناطق الجنوبية الغربية وكل من أبها وأباحة، درجات حرارة متقاربة بين 24 و 22 نهارا، وبلاد تنخفض مئوية واحتمالية لهطول زخات من الأمطار رعدية، جازان 35 نهارا 29 ليلا بإذن الله. ننتقل الآن إلى المناطق الشرقية والدمام 37 نهارا 25 ليلا، حفر الباطن 41 نهارا 24 ليلا، والإحساء 41 نهارا أيضا وأيضا 24 درجة مئوية واحتمالية لهطول زخات من الأمطار رعدية بإذن الله. أخيرا ننتقل إلى مناطق الوسطى مع العاصمة الرياض 38 نهارا 25 ليلا، بريدة بين 37 نهارا 23 ليلا، وحائل 33 نهارا 21 درجة مئوية بتسجلها ليلا بإذن الله. متابعينا، هذا كان كل ما لدينا حتى هذه الساعة. أصبحونا على ألف خير.